السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد المقدم من ثينك ماركتس، معاكم محمد سداد. مبدئيا نعتذر لأن يعني الفيديو السابق كان الصوت الحد فيه الصوت كان فيه مشاكل فنية، ولكن أتوقع أن الصوت أفضل المرة ديت. الأسواق تريدي بداية مستقرة إلى حد ما مائلة للسلبية مع استمرار انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تباطؤ الإصابات في الصين، إساءة الوضع أسوأ في إسبانيا وبريطانيا. بوريس جونسون أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزير الصحة، وتم تخفيض التصنيف الائتماني له، ولكن زي ما قلنا الفولاتيليتي أو التقلبات في السوق شفنا في هدوء ليها، وده كان الهدف الرئيسي من تدخلات البنوك المركزية اللي تدخلت بشكل كريم قوي في الأسواق، وما زالت مستمرة ونتوقع أنها تستمر. إذا ما دام الوضع سيء هنشوف استمرار تدخلات البنوك المركزية، كان آخرها البنك المركزي الكندي لأول مرة في تاريخه يبدأ بعمليات شراء أصول، واللي غير أداء زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي قبل إغلاقات يوم الجمعة. النفط ما زال لم نرى أي دعم، الضربة مزدوجة جاية من انخفاض الطلب بشكل واضح وزيادة تخمة المعروض مع استمرار المنتجين بالإنتاج الطاقة القصوى لها وانخفاض كمان المساحات التخزينية، فبالتالي ده بيؤثر سلبا على النفط. هنشوف المرة دي التحليل الفني وإيه أهم المستويات اللي بنتابعها. مرة تانية احنا شايفين انخفاض التقلبات، ولكن الخطورة ما زالت مستمرة في الأسواق، وبالتالي يجب الانتباه لأي تحليل أو أيا كان بدون إدارة رأس مال قوية والالتزام بأمر وقف الخسائر هتعاني من خسائر كبيرة في السوق حتى لو كانت رؤيتك واضحة، فلازم الالتزام. أول حاجة هنبدأ باليورو دولار على الإطار الزمني اليومي. أول حاجة شفنا إغلاقات إيجابية يوم الجمعة فوق متوسط 200 يوم، واللي مخليني إلى حد ما متفائل على اليورو دولار إحنا ممكن نشوف استكمال الاتجاه الصاعد لمستويات 1250 ومنها ل 1350، ولكن الشرط الرئيسي ما اشوفش اي اغلاقات تحت مستويات 1.10 مره اخرى، 10 20 10 50 مستويات دعم مهمه ممكن تبنى منها مراكز بيعيه للعوده لشراء الدولار الامريكي لليورو مقابل الدولار الامريكي واستمرار الصعود. تاني حاجه الدولار الامريكي شفنا قوه ليه الاسبوع اللي فات بسبب نقص السيوله، ولكن البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي فضل يضخ في السيوله في الاسواق بوفره من الدولار الامريكي لتوفير الدولار، وده اللي خلى الضعف، وشفنا ارتفاع اليورو وزخم الشراء القوي. حتى العمليات الصحيه مع بدايه الاسبوع ممكن ما تغيرش الاتجاه ونشوف استمرار الاتجاه الصاعد. الجنيه الاسترليني كان اسبوع سيء ليه او الاغلاقات سيئه ليه وشفنا بعض الانخفاضات، ولكن مره تانية عاد الاستقرار مع الفتح نزل بشكل طفيف ورجع تاني الارتفاع. احنا عندنا اهم مستويات مركز عليها مستويات 2250، وما دام السوق فيها بشكل عام هنبدا نشتري ونستهدف مستويات اعلى من كده. تغيير الاتجاه شفناه مع القاع المزدوج اللي كان العنق عنده مستويات 1.20، بالتالي مع كسر 1.20 على الاقل على المدى المتوسط اتجه اتجاه الصاعد. لو بالنسبه لي انا مش شايف اي فرصه على الجنيه الاسترليني في تداولات النهارده، فبالتالي الافضل نستنى تداولات بكره. عاوز تاكد من اتجاه الصاعد لازم نشوف كسر مستويات 24.50، عاوز انت مؤيد الهبوط لازم تشوف كسر مستويات 23.80 قبل ما تقول ان هو على الاقل هيكمل هبوطه على المدى القصير. هي 23.80 اللي هي حوالي هنا كده، كسرها هو اللي هيأيد الاتجاه الهابط على المدى القصير. لو بصينا على الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي على الاطار الزمني اليومي، طبعا داخل موجه صحيه صاعده الاتجاه الهابط العنيف اللي كنا شايفينه في الاسبوع السابق، ولكن النهارده الاستقرار ما بين مستويات ال 61 50 ومستويات 60 80. انا هفضل عشان ابني مراكز على جديده على الدولار الاسترالي هركز على النطاق السعري بتاع يوم الجمعة، ولو حطينا عليه مربع كده هو ده في مناطق دخولي. يا إما هبدأ أخش مع مستويات كسر 60 هبدأ أبيع وأستهدف 58 مرة تانية، يا إما مع مستويات 62.50 هبدأ أشتري وابدا استهدف مستويات 63 ويكون تصحيح صاعد اعمق من كده، ولكن غير كده مش هنكون فتره وهنشوف السوق هيتحرك ازاي، ومع احتمال ان هو يستمر الحركه العرضيه. الدولار الامريكي مقابل الكندي وتحركات خلال 15 اليوم، وتحركات قويه بعد تدخل البنك المركزي الكندي وبدا بخفض الفايده و بدأ عمليات شراء الاصول. عندنا مستويات مهمه مركز عليها النهارده، مستوى 1.4150 اللي هو يعتبر اعلاها، وعندنا مستويات 1.4050. انا اؤيد فكره الصعود بالنسبه للدولار الامريكي مقابل الكندي، واستمرار ضعف الكندي بشكل عام بسبب انخفاض اسعار النفط، وده اللي هيخلينا نشوف مستويات 43.80 على الاقل على المدى القصير، ولكن بالشرط ما اشوفش كسر مستويات
تشوفش كسر مستويات الـ40 50 في الدولارات النهارده. طيب دولار امريكي مقابل الين الياباني، مع انه يفضل فيه الحياديه، وخاصه بعد بدايه الاسبوع نفضل الحياديه، ولكن خلي بالك ان هو شاف دعم قوي عند مستويات من 157، كان مستوى مهم، وممكن نشوف بناء مراكز شرائيه تاني والعوده لمستويات 109 مره اخرى، ولكن انا هفضل الحياديه النهارده. هبيع لو كسر 157، هبدا ابيع تاني واستهداف ال 105 و 106.50. اما لو فضل مستقر اعلى هنشوف التصحيح دوت هياخد زخمه ويبدا نشوف شراء تاني، ونرجع نختبر 110.50 مره تانيه ولا لا. الذهب دايما افضل شراءه، حتى لو شفنا الاستقرار، شفناه الذهب استقراره في مستوى مهم جدا اللي هو 1585 1605، ده كان مستوى مهم جدا بالنسبه لي مركز عليه. اي هبوط هيفضل الشراء واستهداف مستويات 1655 ومنها ل 775، بس بشرط ما شفش اغلاقات تحت هذه المستويات. لو شفنا اغلاقات، ده السيناريو التاني، لو شفنا اغلاقات تحتيها معنى كده السوق هيرجع تاني لمستويات 1555 مره تانيه. النفط لا يوجد اي دعم، وما دام هو تحت مستويات 25 بالنسبه لي البيع هو السيناريو الافضل دايما ودائما، هو سيناريو ذات الاحتمال الاعلى. انا ببيع نفط بقوه باستهداف كسر مستويات ال 20 دولار برميل ومنها ل 19 دولار. اذا عاد فوق ال 25 بعد كده هنقول 27 ونص البرميل سيناريو محتمل، غير كده لا افضل عمليات البيع عليه. بالنسبه للداو جونز الامريكي برضه نفس السيناريو، افضل البيع عليه. كان ارتفاعات قويه لمستويات ال 38 اللي عند 22 38 تصحيح لفيبوناتشي 22500، وفشل فيها وشفنا إشارة سلبية يوم الجمعة. ده يخليني أرجح بعض الهبوط تاني لمستويات 20500 ومنها ال 20000، بس مرة تانية مع عدم كسر 22500، لأن هو لو أغلق في 22500 هيعمق تصحيح ويزيد ل 23500 ومنها ل 24200. غير كده سيناريو الهبوط هو السيناريو الأفضل بالنسبة لل بالنسبة للداو جونز. الداكس الأمريكي على الإطار الزمني اليومي نبص عليه برضو إشارة سلبية يشابه تماما الداو جونز، وكنا احنا نفضل نبيعه من حوالي مستويات 10000، تخطى 10100 بدأنا نبيعه، ونفضل العودة للبيع واستهداف مستويات 8500 بشرط عدم كسر 10000 مرة أخرى. البيتكوين برضو سلبي عليه، وخاصة لما بصينا على إطار الزمن الأسبوعي. أي ارتفاعات بالنسبة لي ما دام هو تحت مستوى 7000، أي ارتفاعات بالنسبة لي هي فرصة للبيع واستهداف مستويات 5800 5500 ومنها 5200 مرة أخرى، بس بشرط عدم تجاوز 7000. المناطق الأفضل للبيع 6500 و6750. ده باختصار أهم مستويات المتابعة النهاردة، مع وجود استقرار سعري إلى حد ما يرجى الانتباه تاني بإدارة رأس المال والالتزام بأوراق الخسائر، لأن السوق متقلب وعناوين الأخبار هي متحكمة بشكل رئيسي في سلوك السوق. شكرا للمتابعة، كان معكم محمد زيدان، مع السلامة.